كل شيء غيبيات. الغيب يحيل العقل، يحيل العقل إلى عدم. وأنا يعني عندي موضوع أنه الإيمان المطلق، الإيمان المطلق هو إماتة للعقل بالمعنى العام. الإيمان المطلق هو إماتة للعقل، لأنه أنت إذا آمنت إيمان مطلق، وإيمانات الإنسان الآن كل إحنا الآن لو يسوون علينا استفتاء وإحصاء، وين كانت إيماناتنا وين صرنا؟ شنو كنا نؤمن والآن وين صرنا؟ انتماء السياسي وين كان والآن وين؟ نظرتي بالأشياء هكذا، يعني هكذا هي الحياة متجددة متغيرة. إيمانك بالمطلق أو بالغيب هو إيمان غير راكز. أي حالة، أي حالة لموضوع آني، موضوع إيماني، موضوع سياسي، إحالته إلى الغيب، أنا في قناعتي أنه عجز عن البرهنة عليه. وعندما تعجز عن البرهنة على الأشياء تتكي على أشياء غيبية لا تقدر تشوفها، لا تراها، لا تحسها. بينما الفلسفة التجريبية اللي يعتمدها أغلب الفلاسفة هي فلسفة تعتمد الوجود، تعتمد الوجود. يمكن استوفيت الوقت. أنا أشكركم حقيقة، أشكر استماعكم، وأعذروني إذا يعني شط بي القول أو يعني أخذني عقلي إلى غير ما تأخذونه أنتم. أسئلة؟ عندنا وقت لبضعة أسئلة إذا حدا بيحب يقدم أي سؤال أو تعليق على موضوع. دكتور حسن دائما يعني. لا الله يخليك. هي بلشنا هيك وما عندنا لحام هيك على أساس أطقت مثل باقي ورد حلو، بس كنا متعطشين أكثر نعرف أكثر. هلأ مشكليات العقل والدين تقريبا لمسها، بس إنه اعتبرتوا الاثنين كل واحد اللي باتجاه، يعني قولا مع الفيلسوف اللي قال اثنان أهل الأرض عاقل بلا دين ودين لا عقل له. أبو العلاء المعرفي. أبو العلاء المعرفي طبعا. يعني شو رأيك بهالمقولة هذه هيك ولو باختصار؟ هذه تشبه قصة حدثت مع ابن الراوندي. ابن الراوندي مر على أطفال يضربون كلبا، فسألهم ليش تضربون هذا الكلب؟ قالوا لأنه دخل المسجد. أنا هذا أنقلها يعني، وناقل الكفر ليس بكافر. فسألهم ليش تضربون؟ قالوا دخل المسجد. قال اتركوه، لو كان له عقل لما دخل المسجد. يعني هو تماهيا مع طبعا مع هذا القول، بس هو لا أؤيده بالمطلق. يعني في يعني في نسبة صح، في نسبة غير، نعم تعتمد على الذات. تحياتي للسيدات والسادة، وتحياتي لولدي المحاضر. كنت أراه في محاضرته، طبعا أنا أعرفه وأعرف بداياته وتكويناته، بس المحاضرة كانت تحوم حول نظرية توينبي في التحدي والاستجابة. يعني أنا في زعمي لا يمكن فهم الحداثة، لا يمكن معالجة التقليد والتجديد، لا يمكن معرفة الانحطاط والارتفاع ما لم نقترب من نظرية التحدي والاستجابة. يعني توينبي كما تعلمون يقول بمقدار الاستجابة للتحدي تقاس الأمة، وحتى قرر في نظريته أن أمما ستنقرض لأن استجاباتها أقل من التحديات. والآن أمتنا الآن
التحديات القاتلة مقابل لا استجابة. فلماذا ولدي وصديقي الأستاذ مصطفى العمري لم يشر إلى توينبي ونظريته؟ يعني ليس بالضرورة أن أذكر يعني أغلب الفلاسفة. أنا عندي في ذهني حقيقة يعني نظرية هيجل في ظاهريات الروح. يعني فلاسفة كثر دكتور، يعني ما بس أنا أشرت بالمعنى العام، ويمكن يعني يمكن جميعكم يعني استوعب الفكرة اللي أنا ردتها، وكفى. يعني هي تعتمد على يعني الآن أنت تعتقد أنه مثلا في مثل هذا مثلا وقت تقدر أن تستوعب محاضرة بهذا العنوان؟ لا. ثم لا يكون خطرا عن الفلاسفة الذين ذكرتهم. ثم الشيء المهم دكتور، أكو بعض الأشياء تعتمد على ذات الإنسان. يعني إذا مو أنا أروح وأبحث وأطالع وأجدد وأشذب، ما ممكن أنا أتطور. إحنا يمكن يعني على عنوان الأستاذة مريم شهاب نلقي حجر، والآن إحنا مشاهدين من الفيسبوك أو يمكن مسجلة تروح على اليوتيوب مشاهدين. إحنا يمكن نأخذ عقلي أولاً وأخذ عقل الآخرين، ويمكن نتحرك أفراد وجماعات. شكرا لك. شكرا أستاذ مصطفى. سؤال أخير سريع. أستاذ مصطفى، تحدثت عن الروايات بس وعلقت ثلاث مواضيع أو ثلاث نقاط سريعة. تحدث عن الحداثة بحيث ترك الماضي. الماضي في تجارب كثيرة، وأنت تفضلت حتى استشهد واحد توفى من 1700 عام، ولكن لا زالت أفكاره تخاطب اليوم. فليس كل الماضي، ليس الحداثة ترك الماضي، الماضي أيضا فيه جميع. النقطة الثانية، تفضلت على قضية إدخال يعني الدين لما يتحكم بالعقل. العقيدة بشكل واضح، سواء كانت إسلامية، مسيحية، يهودية، وثنية، بأي صورة من الصور، لم تمنع لكثير من العلماء يوصلوا. يعني لو تطرقنا إلى عابد البقر مثلا الهندي، ونحترمه في ديانته، هذا ما تخلى أيضا عن يوصل يعني أو بعلومه في كل مكان. يعني لا زال العالم الهندي متقدم، وتراهم أيضا في الشركات الأمريكية، بعضهم حتى ورؤساء ومدراء تنفيذية. النقطة الثالثة والأخيرة، تفضلت على قضية الدعاء. أنا أتفق معك، الدعاء إذا لا يغير النفس فإذا هذا الدعاء لا مكانة له. بس الدعاء من أهميته هو ترويض النفس. يعني أنا إذا أطلع من هذا الدعاء أخلاقي متعالية، تعاملي مع الآخر أفضل، إذا هذا الدعاء أستفيد منه. بس إذا الدعاء هذا اللي تحدث فيه ما يغير في أخلاقياتي وسلوكي وتصرفاتي مع الآخرين، فإذا هذا الدعاء لا فائدة فيه. التأمل مثلا، جماعة اليوغا وآخرين، هذا أيضا نوع من العبادة بس بطريقة مختلفة، هذا يؤثر في نفسه بشكل آخر. فالدعاء هو قضية إذا كان العبادة تحولت إلى طقوس، إذا طقوس فعلا. بس إذا العبادة فعلا هي تحول الإنسان وتروض نفسه إلى إنسان مختلف، يتعامل مع الآخر ويحترم الآخر وسلوكياته وأخلاقياته يكون أفضل، فإذا الدعاء له مكانة أفضل من اللي تفضل فيه. شميل. بس هذا فقط يعني. خليني أجاوبك على السريع، راح أجاوب حتى للوقت الجماعة. أولا الماضي، أنا قلت المقولة اللي هيجل، الحداثة لا تتكي على الماضي، يعني تبتدأ تخترع تطور ذاتها بذاتها وتتقدم لي قدام، ما ترجع لي ورا، مو أنا هذا. العالم الهندي أنا ذكرت أيضا، قلت في شخصيات يعني بالاختصاص مالته يعني متطور، لكن الذهنية مالته غير متطورة، ذهنيته غير متطورة. يعني أحد الفلاسفة يقول أن الدين الكوني
يجب أن يكون العقل، لأنه مشترك. يعني بعضهم طرح الأنسنة مثل الدكتور الجزائري محمد أركون طرح يعني مفهوم الأنسنة العقل. أنا أشرت إلى هذا المعنى. الهنود في التخصصات العلمية الآن متطورين، هذا لا إشكال فيه، لكن هذا لا يعني أن تطورهم العلمي معناته تطور روحي، تطور إنساني، مو بالضرورة. أما مسألة الدعاء يعني كل واحد له مفهومه الخاص، أنا ما أجادل في هاي النقطة، أنا عبرت عن ما أؤمن به، وعبرت عن يعني دراسة تحليلية يعني خضتها لفترة على الأقل، وبعضكم شاطرني بها لأن تحدثنا في جلساتنا الخاصة والدكتور يذكر. أخ عندي سؤال. انتهى الوقت للأسف، ممكن يصير النقاش بعد هذا لو سمحتم. شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا جزيلا أستاذ مصطفى العمري.